السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هتكلم عن موضوع مختلف، يمكن محدش يتكلم فيه قبل كده. دايما البنات بيعملوا ريفيوهات على طول عن العناية وعن الروتينات وعن العناية بالشعر والجسم والبشرة والحاجات دي، فمحدش يتكلم عن النظافة الشخصية. ايوه، النظافة الشخصية. للأسف دايما دايما بسمع ان من ناس برا ان مصر ان الناس فيها مش نضاف، والستات فيها بقى مش بتهتم بنفسها، واللي يقول لا ده مدهولين قوي، لا ده مناظرهم في الشارع مش حلوة. طبعا مع احترامي للناس اللي بتلبس كويس والناس النظيفة والناس الشيك، احترامي ليهم. انا بتكلم على فئة من الناس بجد بيخلوا صورتنا مش حلوة ابدا. زائد ان في ناس، يعني في ناس تكون كويسة قوي وناس مثقفة وناس كبيرة ومتعلمة وكل حاجة، بس تيجي تتعرفي عليهم او كده، ما تقربي منهم بتلاقي ريحتهم مش حلوة، بتنفري من الناس دي. للأسف موضوع منتشر جدا، من خصوصا في المواصلات، الناس اللي بتركب مواصلات كتير عارفة الموضوع ده، ومش يعني مش رجالة بس للأسف. في رجالة كتير، بس أنا دلوقتي بتكلم مع بنوتات، يعني أنا بتكلم معاكوا انتوا كبنات أكيد عارفين ده. يعني انتوا ممكن تكوني ديكي مثلا واحدة صاحبتك انتيمك ودايما بتشمي ريحة ليها، مش ريحة بتنفري منها. ممكن تكوني انتي راكبة مواصلات وتلاقي بنات او بنت جنبك ريحتها وحشة. بجد حاجة صعبة، صعبة قوي قوي، ان ازاي تكون بنوتة وتكون ريحتك كده ازاي. على فكرة ممكن ناس تهاجمني وتقولي لا الناس دي، على فكرة في ناس بسيطة وناس فقيرة وناس مش عارفة ايه. النظافة ملهاش علاقة بأي حاجة، يعني ملهاش علاقة إذا كان الإنسان غني أو فقير، معاه فلوس أو لأ، حالته المادية كويسة ولا لأ، ملوش أي علاقة. النظافة، نظافة الشخص في أي مكان، لو حد عنده، لو يعني لو حد ممكن يمتلك طقم واحد بس وبيغسله دايما وهو نظيف في نفسه دايما، يعني دايما بتلاقيه ياخد شاور ويبقى نظيف ريحته كويسة ويلبس الطقم ده اللي هو غسله وكده ويبقى كويس، ملوش يعني ملوش علاقة بأي حاجة، ملوش علاقة بأي حاجة. فاعذروني الناس اللي هترد عليا وتقولي المستويات والناس والناس الناس تعبانة والناس مش عارفة ايه علاقة كل ده بان انا اكون بني ادم نظيف، ان انا اكون بنت كبنوتة اكون نظيفة. انا بنت، يعني دي حاجة كبيرة، حاجة كبيرة قوي، المفروض ان كل البنات تبقى فاهمة ده. ماشي، محدش يتلكك ويقول تكون مثلا سيدة في البيت او واحدة متجوزة وعندها اولاد، لا اصل انا مش فاضية، اصل الاولاد، اصل انا طول النهار بره في المطبخ، اصل انا طول النهار بنظف. ارجوكي ارجوكي، دي حاجة فارغة، حرام عليكي نفسك، انتي بتضيعي عمرك في حاجة مش عارفة، يعني في مبررات ملهاش أي لازمة. بل بالعكس، انت ممكن يحصل بينك ويعني بينك وبين جوزك مشاكل، يحصل نفور منه، يحصل حاجات كتير، وممكن يكون هو أساسا يعني ما بيقدرش يقولك، وتلاقيه بعد كده يبص بره تحصل مشاكل صعبة قوي. أرجوكي أرجوكي اهتمي بنفسك، أرجوكي. أول حاجة هي النظافة الشخصية، قبل اي حاجة هتستعمليها هي نظافتك الشخصية. انا مش بتكلم في الموضوع ده علشان اقولك لا ده انتي لازم تجيبي الكريم الفلاني، لازم تجيبي اللوشن الفلاني، لازم تجيبي مش عارفة ايه خالص. ان شاء الله الفيديوهات بتاعتي الجاية اللي هتكلم فيها عن العناية بالبشرة والجسم والشعر، هتكلم فيها عن بدايل كل حاجة. يعني انا لو جبت منتج غالي شوية ومش كل الناس تقدر تجيبه، تمام، هتكلم عن البديل بتاعه الرخيص،
اي حد يقولك ان في كريم ده معجزة ما تصدقيهوش خالص بجد، لان في حاجات طبيعية بسيطة احسن من احسن كريم غالي صدقيني. فانا هتكلم عن المنتجات اللي انا جربتها، ان طبيعي ان اي حد فينا بيجيب حاجات بيجربها، وهتكلم عن الحاجات البسيطة اللي انا جربتها وايه الكويس وايه المش كويس. تمام، ده بالنسبة للمواضيع العناية، ان شاء الله انتظروني في المواضيع اللي جاية. لكن قبل ما اتكلم عن العناية دي دلوقتي، هتكلم عن نظافتك الشخصية. ناس هتقولي لا احنا نضاف، احنا كل يوم بنقوم الصبح ناخد شاور. تمام قوي تمام. ايه هو بقى نوع الشاور بتاعك؟ ناس هتقولي والله احنا بناخد الشاور العادي اللي احنا اتربينا عليه. نيجي هنا بقى مشكلة اتربينا عليه، ان 80% من ستات مصر والبنات بنات مصر تمام عندهم اعتقاد ان هو ده اللي اتربينا عليه. ان هي طلعت ما لقيتش حد يوعيها يعني ايه نظافتك الشخصية، يعني ايه تهتمي بنفسك. فطلعت ان هو حتة انا دلوقتي عشان ابقى نظيفة هدخل اخد شاور بصابونة عادية تمام وبلوف عادية. انا مش هقول ان اللوف العادية اللي هي المصرية بتاعتنا دي وحشة، لا حلوة جدا، بس انا مش مع الصابون العادي بتاعنا. ده موضوع خاص ان شاء الله هعمله عن الصابون، هو مضر جدا للبشرة. تمام، لان بصي خليه ده في موضوع، خليه في موضوع منفصل هتكلم عنه، مش حلو ابدا. ومش معنى ذلك ان انا بقولك او بلزمك ان انت تجيبي شاور غالي. تمام، لا ما تجيبيش الشاور الغالي ده لو انت مش في مقدرتك ان انت تجيبي شاور كويس، نوع كويس يكون بيقيكي من الجراثيم. هعلمك طريقة ان انت ازاي تعملي غسول الجسم بالصابون العادي بس بطريقة كويسة جدا ومحترفة، ومش هتضري بيها نفسك خالص. تمام، بصابون طبيعي، مش الصابون اللي هو اللي بيتباع ده، غلط جدا. يعني هيبقى صابون طبيعي ان شاء الله وهيبقى مش مكلف خالص، بالعكس انت هتعملي كمية هتقعد معاكي فترة طويلة. تمام، وهنعمل برضو الهاند ووش. هنعمل اللي مش هتقدر ان هي تجيب حاجة غالية او حاجة تكون تقية من البكتيريا ومن زي مثلا ديتول والحاجات دي. تمام، او المعقم بتاع ديتول. ممكن تستغني عن الحاجات دي لو انتي كل شوية تمام بتغسلي ايديك. دي هتبقى مواضيع منفصلة ان شاء الله. النهاردة موضوع النظافة الشخصية، ليه انا اتكلمت في الموضوع ده؟ صدقوني والله انا ببقى زعلانة قوي من جوايا لما بلاقي حد بيتكلم عن المصريين وعن بنات مصر او ستات مصر بطريقة مش حلوة، ان هم مش نضاف ومش شيك خالص ومش بيبقوا لابسين كويس، يعني حاجات كتيرة كده. وان الست المصرية دي مدهولة، الست المصرية مش بتهتم بنفسها، الست المصرية دي اخرها ان هي تطبخ. فارجوكي تابعي معايا واعرفي ايه الاسباب اللي بتخلي ريحة الجسم كريهة او ريحة وحشة وبتخليكي عرضة لأي مرض. لان زي ما احنا عارفين ان عدم النظافة ده بيخليكي انتي تتعرضي اكتر للبكتيريا والجراثيم. يعني انتي لو طول النهار بتنظفي وبتقفي في المطبخ وبتغسلي الاطباق وبتعملي حاجات كتير وايديكي دايما متعرضة للبكتيريا والجراثيم. تمام، ووشك وجسمك والعرق والحاجات دي كلها وتكون البكتيريا والفطريات والحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل صحية دي مش حلوة. حرام عليكي، يعني حرام عليكي نفسك. المفروض انتي تهتمي بنفسك شوية وبصحتك علشان خاطر نفسك اولا، علشان خاطر ولادك لو عندك ولاد. لو انتي لسه بنوتة لازم تكوني انتي يبقى ده روتين حياتك ان انتي تكوني نظيفة، عشان بعد كده لما تبقي ام لازم تورثي الحاجات دي لولادك. هتكلم دلوقتي على الاساسيات اللي احنا هنمشي عليها لحد ان شاء الله ما ابدا اعمل الفيديوهات اللي هتكلم فيها عن كل جزئية في الجسم وازاي نعتني بيها. تمام، فاول حاجة لازم انتي كبنت او كست لازم كل يوم تاخدي شاور الصبح اول ما تقومي من النوم، بتغسلي شعرك وبتغسلي جسمك كويس، بتغسلي اسنانك علشان في ناس كتير قوي ما بتغسلش اسنانها، بتغسلي ايدك كويس جدا جدا جدا. تمام، بعد ما بتخلصي الشاور الصباحي ده لازم طبعا بتسرحي شعرك، لو انتي شعرك جاف بتحطي عليه
سيروم بتاعك او بتحطي عليه كريم التسريح بتاعك، بتحطي طبعا الكريمات اللي على وشك، سواء سان بلوك الصبح، مرطب، حاجات دي هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. لازم مزيل عرق، صيف شتاء لازم مزيل عرق. اوكي، مش شرط ان انتي تستعملي مزيل عرق غالي اللي هو بيبقى خالي من الكحول، في حاجات في السوق طبعا دي بشعة، يعني انا بجد مش عايزة حد فيكم يجيبها، اللي هي الحاجات اللي بيكون فيها نسبة الكحول عالية جدا ويكون فيها ريحة عالية قوي، فبتسبب حساسية وبتسبب سواد وبتسبب حاجات كده كتير. الناس مش هتقدر تجيبها ان شاء الله، في حاجات طبيعية انا بإذن الله هعملها فيديوهات جاية، تمام؟ تتابعوني بإذن الله وانا هعملها، تمام؟ فلازم تحطي مزيل عرق علشان يمنع ريحة العرق، تمام. ريحة الجسم لازم تحطي بادي لوشن، لازم يكون عندك لوشن، مش هتشتري حاجة تعملي واحد برضو ممكن تعمليه في البيت بيقعد معاكي مدة أطول، زائد ان هو بيكون سعره أرخص كتير، تمام. لازم يكون ريحتك حلوة، ريحتك حلوة ان انتي تحطي بادي سبلاش مثلا، او الناس اللي مش هتقدر تجيب برضو في حاجات بسيطة جدا بتجيبيها وتعمليها في البيت، بتحطيها للوشن بتاعك، بتحطيها للكريم بتاعك، اللي هي الزيوت العطرية طبيعية، بتتباع عند اي عطار، بتتباع اي هايبر ماركت كبير، تمام. وحاجات رخيصة قوي وهتقعد معاكي مدة طويلة جدا. الناس اللي عندها مسك واللي بتحب المسك، تمام، ممكن برضو تحط المسك ده. نظافة القدم، يعني في ناس مهملة رجليها بشكل بشع، تمام. انا مش عارفة ليه، يعني انا مش عارفة ليه، المفروض ان الست بتتعرف من ايديها ورجليها، يعني دايما لما تكوني انتي بتقدري، احنا كستات لما نيجي نحكم على واحدة مثلا لسه عارفينها جديد، بنوتة ولا حاجة، بتسلمي عليها وكده، فبتبصي لوشها، لايديها، الحاجات اللي هي دايما بتبان منها، فالحاجات دي لما بتلاقيها حلوة كده ومهتمية بيها بتعرفي ان البنت دي نظيفة وهي بنت حلوة، تمام. على عكس تماما بقى لما تلاقي بنت مثلا ايديها خشنة، رجليها بقى مشققة كده، مش نظيفة، فما مش حلوة خالص، يعني بتاخدي عنها فكرة مش حلوة، تمام. فالحاجات دي اساسيات ان شاء الله هتكلم عنها بالتفصيل، بس اهم حاجة ان انت لازم تهتمي بان انت تنظفي نفسك. الناس بتاخد شاور تقريبا مرتين في اليوم، مرة الصبح قبل ما تنزلي شغلك، قبل ما تقومي تنظفي البيت بتاعك وتقفي في المطبخ، وبعدين شاور بالليل او شاور اخر اليوم، اللي هو خلاص بقى بتشيلي بيه التعب والارهاق، سواء انتي راجعة من الشغل او سواء انتي خلصتي شغل البيت، فانتي لازم تاخدي شاور عشان تبدأي يعني تبقي بقية اليوم نظيفة، تمام. ارجوكي بلاش ريحة البصل والثوم والحاجات اللي انت اللي بتقفي في المطبخ دايما بيبقى ريحتك كده بصل وثوم والكلام ده كله. في جلوفز اسمه ايه بالعربي، جوانتي، الجوانتي اللي هو سواء الجوانتي بتاع المطبخ او سواء الجوانتي شفاف، الحاجات دي على فكرة رخيصة ومتداولة جدا ومش هتكلفك كتير، يعني انت بتجيبي الجلوفز، بتجيبي الجوانتي ده بتقعدي بيه فترة طويلة، يعني بيقعد معاكي فترة طويلة، اللي هو بتاع مثلا بتغسلي بيه الاطباق، تمام. التاني اللي هو بتاع الأكل برضو سعره رخيص جدا، فالحاجات دي سهلة ورخيصة وإن شاء الله تبقى هتخليكي ما يبقاش فيه ريحة في إيديكي من الأكل وريحة البصل والثوم والحاجات دي، ما تلزقش في إيديكي يعني، أو في ريحتك عامة، تمام. فيا رب يكون الفيديو بس عجبكم أو استفدتوا منه، أو الناس اللي هي دايما بتكسل أرجوكي ما تكسليش، علشان تبقي دايما حلوة وريحتك حلوة، ما تكسليش أرجوكي. إن شاء الله انتظروني في الفيديوهات الجاية، هعمل لكم كل حاجة بإذن الله، عن كل حاجة وهتكلم عن كل حاجة. لو الفيديو عجبك اعملي لايك وسبسكرايب، اشتراك يعني، بس واشوفك على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.